بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة المستمعون نستجلي بعض الأحكام الشرعية من الآيات، من قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إلى قوله تعالى: استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، من سورة النساء. قد سبق في الحلقة السابقة بعض تلك الأحكام، توقفنا عند قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقلنا إن هذا دليل على أن الصلاة لا تقبل إلا في وقتها الذي حدده الله لها مع التمكن من ذلك. وأما المعذور كالنائم الذي غلبه النوم، أو الناسي الذي نسي الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر، تعمد النوم وترك الصلاة في وقتها ويصلي متى ما قام متعمدا ذلك، أو أنه تركها تعمدا وتساهلا حتى خرج وقتها، فهذا لو صلاها فإنها لا تجزيه، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على من أخر الصلاة نسيانا أو نائما غلبه النوم، كما في الحديث الذي مر. أما من أخرجها عن وقتها متعمدا فإنه لا تصح صلاته، ولكن عليه التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. وجاء في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والمعنى: من فاته الوقت، من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها قد حبط عمله، وهذا وعيد شديد. الله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعة الصلاة هو تضييع الوقت. أما الذي يترك الصلاة نهائيا فهذا كافر، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا في المتعمد. وإنما الوعيد جاء في الذي تركها متعمدا، وإنما الوعيد المذكور جاء في من ترك وقتها، من ترك وقت الصلاة وصلاها بعد خروجه من غير عذر، فهذا قال الله فيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر. وفي الآية الأخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وإضاعة الصلاة إضاعة وقتها.
فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم، وهذا وعيد شديد. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة، على الصلوات في وقتها ومع جماعة المسلمين. ويؤخذ من هذه الآيات الحث على قتال الكفار والصبر على ما في ذلك من المشقة والألم. ولهذا قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لا شك أن القتال فيه ألم الجراح والقتل، وفيه ألم المشقة والسفر وارتكاب الخطر، هذه آلام لكنها في ميزان المسلم تحتسب له عند الله سبحانه وتعالى، فيصبر المسلم على ذلك. قد ذكر الله عز وجل الصابرين حين البأس وعدهم بالأجر العظيم، والبأس المراد به القتال، فيصبر المسلم عليه. والصابرين في السراء والضراء وحين البأس، يعني حين القتال، وهذا من أعمال البر، لأن الآية تسمى آية البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فلا يقاتل الكفار إلا من أعطاه الله الصبر على ما يناله من الآلام، ثم هو يتذكر أن الكافر الذي يقاتله أيضا يألم، يصيبه القتل والجراح، فكيف الكافر يصبر على القتال وهو على الكفر ويدافع عن الكفر، والمسلم لا يصبر وهو على الحق وعلى الإسلام وعلى الدين الصحيح؟ ثم قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. فأنتم تتألمون وعدوكم يتألم، لكن الكافر ليس له غرض يرجوه، لأنه من أهل النار. وأما المسلم فإن له غرضا يرجوه، وهو ثواب الله جل وعلا الذي وعد به المجاهدين في سبيله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويؤخذ من هذه الآية تسلية المسلمين فيما يصيبهم في قتال عدوهم، وذلك بأمرين. الأمر الأول أن العدو يصيبه مثل ما أصاب المسلمين، وبذلك يتسلون، فليس الألم قاصرا على المسلمين. والثاني أن المسلم يرجو من ثواب الله وأجر القتال ما لا يرجوه العدو، لأن العدو ليس له إلا النار، لأنه كافر ويدافع عن الكفر، فمصيره إلى النار إذا مات على ذلك ولم يتوب إلى الله جل وعلا. أما المسلم فإنه يرجو من الله المثوبة، ويرجو منه الخير في الدنيا والآخرة، فكيف لا يتشجع على القتال ويصبر على الآلام في القتال؟ يؤخذ من هذه الآية أن إيلام العدو في الجهاد أمر مطلوب، فإن الكفار ما أصابهم الألم إلا بسبب أن المسلمين قاتلونهم، فإيلامهم فيه مطلوب شرعا،
لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الرسل كلهم وأعداء الدين، فهم مطلوب أو إيقاع الضرر بهم حتى إما أن يدخلوا في الإسلام ويكون في ذلك الخير لهم، وإما أن يستريح الإسلام والمسلمون من شرهم، وإما أن يدفعوا الجزية ويخضعوا لحكم الإسلام فيكون الإسلام منتصرا عليهم وهم ذليلون. فالغايات من الجهاد في سبيل الله غايات عظيمة عاجلة وآجلة. يؤخذ من هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله يدلان على صفتين من صفاته، وهما قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، عليما بما يصيبكم وبأحوالكم وأحوال عدوكم، حكيما في تشريع الجهاد. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.